شكرا للزميل ايمن جادع. سيداتي انساتي سادتي اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم بحضور واين روني امامنا الجولدن بوي للكره الانجليزيه. هذا هو موعد من اكبر المواعيد الكرويه للكره الانجليزيه. القمه الناريه بين عملاقين عريقين في معقل ومسرح الاحلام ستاد اولد ترافورد. اين يستضيف مانشستر يونايتد فريق تشيلسي لحساب الجوله 28 من البريمير ليج في المباراه رقم 148 بالدوري بين الفريقين بحضور 75,000 متفرج. يونايتد فيكتور موزيس مع اشليونغ تسدي الانطلاق السويدي وبيدرو الغير موجود والتصوير الأزرق. هذه كرة الطير يا حبيبي الطير. شفنا الكرة نارية منذ بداية الكروية مشاهدينا الكرام. ماركوس ألونسو الفارو موريلا. هذه كرة حمراء وطويلة وفي القلب الثاني وطبعا ليزارد. الخطورة في هذه الكرة لكن سهلة أشلي يونغ يوزع وكرة روميلو روميلو لوكاكو والحارس تيبو كوردوا روميلو لوكاكو مشاهدينا مارسيال مارسيال جول جول اي 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 اليكسيس سانشيز سهل من اليمين فيكتور موزيس فيكتور يسدد سهل الكرة عند الحلف الاندلاف وكرة رائعة كرة جول كرة جول ومسرح الاحلام لبلوس عنده اجمل الاقدام. شوف الكرة مشاهدينا الكرام هذه هي اللقطة حقيقة سرعة خيالية للفرقة اللندنية. ويليان ويليان بكرة وازارد الفنان خطير فريق تشيلسي. شوف الونسو شوف المساحات في اصعب الاوقات يمينية اسبانية لم تكن قوية ومثالية. ثبتوا باللعب كريستيان سانيواني هذا سانشيز كرة جول كرة جول جول بام 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 هو بام 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 انفجار مانشستراوي رهيب. مانشستر يونايتد بهذا الايقاع العجيب اجمل الاقدام يا الساده في مسرح الاحلام. شوف اليكسيس سانشيز في البدايه مارسيال في التقاطع وروميلو لوكاكو يرسم المرمى وهذه الازارد شو هذا؟ او ماركوس او كوره ذاعت كوره ذاعت. مباراه خرافيه الان بين الفريقين حكايه ما بعدها حكايه. يعادي مرات كرة لأليكسيس أليكسيس سانشيز أتمادى وإمكانية التصويب والركنية يا رب مرات وخطورة في الكورة مرات يروع لكن التصويب وين ترينكويتا تصويب غدارة غدارة من ترينكويتا ودخية عظيم الحراس في العالم حاليا الاسد في العالم الرهيب البرازيلي يعدي التسويق بعيد في كوبا كابانا بعيد التسويق. نذكر مشاهد الاكوادوري تعدي لأليكسيس سانشيز رقم 7 في اليونايتد يعود عليه كل لاعبي البلوز يوصى شيء كبير يا عمري شيء كبير يا عمري. هذه المقصية الازدواجية من نجم الكرة البلجيكية روميلو لوكاكو. ماركوس ألونسو كرة من ويليان على مرتين دافيد دي خيا
كاد أن يأتي الهدف بالنيران الصديقة للبلوز على مرة دار القامات الفارعة يوصل بكل شرارة ويليام وعديم الحراس الانجليز امام نتافيه الدقيقة الاسباني. شنو هذا؟ شنو هذا؟ من الاقدام شوف الكرة مشاهدينا الكرام، هذه هي اللقطة حقيقة، سرعة خيالية للفرقة اللندنية. ويليان بكرة وزارة الفنان، وين خطير فريق تشيلسي. شوف ألونسو، شوف المساحات في أصعب الأوقات. يمينية إسبانية لم تكن قوية ومثالية. ثمة اللاعب كريستيانسن يعاني، هذا سانشيز، كرة جول. مانشستراوي رهيب، مانشستر يونايتد بهذا الإيقاع العجيب أجمل الأقدام يا السادة في مسرح الأحلام. شوف أليكسيس سانشيز في البداية، مارسيال في التقاطع، ورومينو لوكاكو يرسم المرمى، وإيدي لازارد. شو هذا؟ ماركوس، كرة ضاعت، كرة ضاعت. مباراة كروية الآن بين الفريقين، حكاية ما بعدها حكاية. يعاد مباراة لأليكسيس، أليكسيس سانشيز أتمادى وإمكانية التسويب والركنية. يا مراتا وخطورة في الكورة، مراتا يلعب لكن التسويب وين؟ ترينكوتا تسويب غدارة من تريك كوتا ودخية. عظيم الحراس في العالم حاليا، الأسد في العالم، الرهيب البرازيلي يعدي التسويب بعيد في كوبا كابانا، بعيد التسويب. نذكر مشاهد الإكوادوري تعدي لأليكسيس سانشيز رقم 7 في اليونايتد. يعود عليه كل لاعبين البلوز، يوصى شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. هذه المقصيه الازدواجيه من نجم الكره البلجيكيه رومينو لوكاكو. ماركوس الونسو، كره من ويليان على مرتين دافيد دخيا، كاد أن يأتي الهدف بالنيران الصديقة للبلوز على مرة دار القامات الفارعة. يوصل بكل شرارة ويليام وعديم الحراس الانجليز امام نتافيه الدقيقة الاسباني. شنو هذا؟ شنو هذا؟